الوليدات اللي فوضعيه صعبه خاصنا حتى هما نفكروا فيهم. الوليدات اللي عندهم صعوبه في التعليم، صعوبه اجتماعيه، الاباء والوليدات ديالهم عندهم احلام، والحلم ديالنا جميعا اننا الوليدات والاباء ديالهم عندهم احلام، والحلم ديالنا جميعا اننا نديروا لهم يعني الادماج في المجتمع وتكون عندهم واحد الاستقلاليه، وما نساوهمش كل واحد من الجهه ديالو، نحاولوا نهيئوا لهم ظروف مناسبه ولو باقل الحقوق، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا البلاء. السلام عليكم. بمناسبه حلول الدخول المدرسي ديال السنه ديال 2020 2021، ارتأت جمعيه ريم باش تحدوا الحدود ديال جميع المدارس الاخرى سواء الخصوصيه ولا العموميه. دونك استدعينا الاولياء ديال التلاميذ وخيرناهم ما بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد. 90% منهم اختاروا التعليم عن بعد بليتو التعليم الحضوري. دونك داك الساعه خدينا جميع التدابير الاحترازيه، قسمنا الاطفال اللي عندنا على زوج ديال الافواج. دونك كيف ما شفت عندنا ثلاثه ديال الاقسام. الفوج الاول داز البارح، دونك غيكون عنده الاثنين والاربع والجمعه، والفوج الثاني غادي يكون عنده الثلاث والخميس والسبت. وبطبيعه الحال قلصنا عدد الساعات في الجائحه اللي نتمنوا ان شاء الله تهز علينا. هاد الاطفال هادو حتى هما بحال جميع الاطفال، دونك عندهم الدخول المدرسي حتى هو يوم عيد. ولكن للاسف الشديد شفت بان لا وسائل الاعلام ولا التربيه الوطنيه ولا المجتمع المدني حتى واحد ما فكر في هاد الدراري، وحتى واحد ما هضر على الدخول المدرسي ديالهم. دونك نتمنى باش ان هاد السنه الدراسيه تكون مزيانه وان الوليدات ديالنا يوصلوا، وشكرا. كنتواجدوا في مقر ديال التكوين لجمعيه ريم الاطفال التثلث الصبغي 21. اليوم الافتتاح ديال الدخول المدرسي على غرار جميع المدارس، قررت ان نحضر معهم في الافتتاح في هذا المركز هذا، خاصه ان الوليدات ديال التثلث الصبغي كيحتاجوا واحد العنايه خاصه، خاصه مع الجائحه ديال كورونا، ان المناعه ديالهم كتكون شويه اقل. فاول شيء حقا فرحنا كثير من كنشوفوا هاد الصرح اللي تعاوننا عليه من اجل الاخراج ديالو خرج للوجود، وفرحنا بالعمل المجهود والجبار ديال جمعيه ريم، وكذلك الرئيسه ديالها والاطر اللي معها والاعضاء والعضوات اللي معها على المجهودات اللي داروا في حق المركز في المستوى نظيف جدا. الوقايه كاينه، اذا هذا الشيء كيفرح وكيتلش الصدر. ومن هنا كنعطي واحد الخطاب او واحد النداء خاصه لوزارة التربية والتعليم باش ياخذوا بعين الاعتبار هذه الفئة، لأن كتحتاج مجهود أكثر، كتحتاج تضافر الجهود خاصة في الشق القانوني. يعني التسجيل تاع هاد الوليدات خص يكون ضروري تعطى لهم ذاك الرقم ديال المسار ديالهم، ضروري المواكبة ديالهم، ضروري أنهم يوجدوا لهم واحد الأساتذة اللي مكونين في التكوين ديال هاد الوليدات هادو. فخصنا ناخذوا بيدهم هاد الفئة، خصها اهتمام خاص جدا، خصها بغض النظر عن الدعم المادي خصها دعم معنوي كثير، وخاصة في الشق القانوني. شكرا جزيلا لكم.